السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في المحاضرة الثانية من كورس التوعية بمتطلبات المواصفة الدولية الأيزو 9001 لسنة 2015. توقفنا في المحاضرة السابقة عند تاريخ مواصفة الأيزو 9001 لسنة 2015 أو مواصفة الأيزو 9000 عموما. أول إصدار لمواصفة الأيزو 9001 كان في سنة 87، وكانت المواصفة دي سلسلة من مواصفات الأيزو 9000 صدرت في التوقيت ده. بعد كده في 94 ده كان أول تحديث للمواصفة أو أول مراجعة، والمواصفة في الوقت ده كانت بتتكون من 20 بند و20 إجراء مطلوب، والمواصفة دي كان في منها الثلاث إصدارات أو ثلاث نسخ قابلة للمراجعة. كانت الأيزو 9001 بيتراجع عليها، الأيزو 9002 والأيزو 9003 بيتم المراجعة عليه. تسجيل الحضور هيبقى في آخر المحاضرة إن شاء الله عشان ندي فرصة للناس اللي هتدخل. بعد كده اتحدثت المواصفة من 94 لسنة 2000، وده كان تحديث جوهري في المواصفة. تحولت المواصفة من 20 بند ل 8 بنود بس، وبست إجراءات إلزامية، من بدل ما كان عندنا 20 إجراء مطلوب بقى في 6 إجراءات بس أساسية هم اللي مطلوبين، وأضيفت حاجة اسمها البروسيس أبروتش أو مقدمة عن منهجية العمليات. هنشرح الكلام ده إن شاء الله بالتفصيل في محتوى الكورس خلال الأيام القادمة. وبقى في إصدار أو نسخة واحدة بس من مواصفة الأيزو، وهي الأيزو 9001 القابلة للمراجعة. يعني كان في 94 كان في 9001 و9002 و9003. من بداية 2000 إلى الآن اتلغى كل الكلام ده، وبقت نسخة الأيزو 9001 بس هي اللي ينفع يتراجع عليها عشان حضرتك تاخد شهادة. قبل كده كان ممكن الناس تطبق 9001 وتطبق 9002 وتطبق 9003، وكل الثلاث نسخ دول محل مراجعة لما تيجي في شركة المنح اللي هتمنح الشركة أو المصنع شهادة الأيزو، بتراجع على الثلاث نسخ دول. في 2008 اتغير مفهوم المواصفة، ولكن ما كانش تغيير جوهري قوي، تغيير بسيط في بعض المصطلحات او في بعض الكلمات للتوضيح ليس الا. لحد ما جت المواصفه او منظمه الايزو في 2015 وعملت ميجور ريفيجن او مراجعه جذريه لمتطلبات المواصفه، وحولت المواصفه من 8 بنود ل 10 بنود، ولغت مفهوم الست اجراءات السته الاساسيه اللي كان موجود من سنه 2000، وتغير او انضاف حاجه جديده اسمها الريسك اسيسمنت، والتوب مانجمنت بقت هي اللي مسؤوله مباشره عن الست. يعني ايه؟ في سنه 2000 وسنه 2008 والاصدارات اللي قبل كده كان في حاجه اسمها مانجمنت ريبريزنتيف او ممثل الاداره العليا. الشخص ده الاداره العليا اللي هي رئيس مجلس الاداره، المدير العام بتاع الشركه، وات ايفر مين البروسيس اونر او التوب مانجمنت. الراجل ده الشركه فوضته ان هو يبقى ممثل الاداره قدام جهات مراجعه الايزو، فوقت ما تيجي المراجعه هو الراجل ده المسؤول ان هو يحضر المراجعه ويعمل كل حاجه. في اي مشكله في السيستم الراجل ده اللي مسؤول، اللي هو مين؟ ممثل الاداره. جت المواصفه في 2015 لغت مفهوم او لغت وظيفة أو مفهوم ممثل الإدارة العليا ده، وقالت لك لا، مفيش حاجة اسمها ممثل للإدارة العليا، الإدارة العليا نفسها وبنفسها هي اللي مسؤولة عن السيستم وتطبيقه في كل حاجة. وهنتكلم عن الكلام ده بمزيد من التفاصيل كمان شوية. طيب، الأيزو 9000 أو مواصفة الأيزو 9000 عبارة عن عيلة. يعني إيه عيلة؟ مجموعة من الإصدارات المختلفة، وكل إصدار أو كل نسخة من المواصفة دي واخدة رقم معين. فمواصفة الأيزو 9000 لسنة 2015 دي مواصفة
فيها المصطلحات والتعريف اللي الموجودة، الكلمات اللي موجودة في المواصفة وحضرتك مش هتبقى عارفها، أو كلمة جديدة اتضافت أو مصطلح جديد مثلا زي مصطلح السياق أو مصطلح الريسك بيس ثينكينج، بعض المصطلحات الجديدة أو حتى القديمة اللي كانت موجودة في المواصفة، كل المصطلحات والتعريفات اللي أنت محتاج تعرفها هتلاقيها في مواصفة الأيزو 9000. إنما مواصفة الأيزو 9001 لسنة 2015 دي مواصفة الريكوايرمنت أو مواصفة المتطلبات، دي المواصفة اللي فيها البنود اللي حضرتك مطالب تطبقها عشان تحصل على الشهادة. مواصفة ال 9000 ومواصفة ال 9004 دي مواصفات إرشادية، مجرد جايد لاين عشان حضرتك تستعين بيها. ك 9000 مثلا فيها مصطلحات وتعريف، لو قابلك كلمة ما انتش عارف معناها هترجع لمواصفة المصطلحات والتعريف تدور على الكلمة عشان تعرف مقصود بيها ايه، او استخدامها ايه، او هو عايز منها ايه، منك ايه في الكلمة دي. اما ال 9004 بتتكلم عن ارشادات تحقيق النجاح المستدام وتحقيق رضا العميل، وبتخدم التحسين المستمر. ببساطة كده بتتكلم عن منهجية التحسين، تحسين في كل حاجة، ازاي تحسن وتطور في المؤسسة بتاعت حضرتك عشان تحافظ على رضا العميل بتاعك. برضه دي مواصفة إرشادية ما هياش محل المراجعة. عيلة الأيزو 9000 ما فيهاش غير مواصفة الأيزو 9001 لسنة 2015، وده آخر إصدار في المواصفة، هو بس اللي بيتراجع عليه وهو اللي بيصدر عنه شهادة. طيب ده شكل متطلبات أو بنود المواصفة في سنة 2008 وفي سنة 2015. سنة 2008 زي ما احنا شايفين كانت المواصفة عبارة عن 8 بنود زي ما احنا قلنا من شوية. في 2015 اتغير ترتيب البنود ومحتواها من الشكل اللي احنا شايفينه ده للشكل الجديد، واتبنت على حاجة اسمها الهاي ليفل ستراكشر أو الهيكل العام الموحد. الهيكل العام الموحد ده بيقول إن كل مواصفات الأيزو بمختلف أنواعها وبمختلف تخصصاتها بدءا من عام 2015 حتى الآن، الله أعلم هيبقى الجديد شكله عامل إزاي، عبارة عن 10 بنود أساسية. البند الأولاني المجال، البند الثاني المراجع، الثالث التعريفات والمصطلحات، الرابع سياق المنظمة، الخامس القيادة، التخطيط، الدعم، التشغيل، تقييم الأداء والتحسين. كل مواصفات الأيزو هتلاقي العناوين الرئيسية للبنود بنفس المسميات دي. طب ايه الاختلاف لما بقت المواصفة كلها بنفس الترتيب البنود وبنفس أسماء البنود؟ المحتوى والتفاصيل الداخلية للبند هي اللي بتتغير. يعني هتلاقي مثلا في مواصفة الأيزو 9000 لما نيجي نتكلم عن المجال دلوقتي هتلاقيه بيكلمك عن الجودة ومفهوم الجودة والتفاصيل بتاعة الجودة ومين الشركات اللي ينفع تطبق مواصفة زي دي. أما في مواصفة ال 22000 هتلاقيه بيتكلم عن سلامة الغذاء وإيه الشركات اللي ينفع تطبق مواصفة الأيزو 22000، وهكذا في بقية البنود. حتى في البنود الفرعية هتلاقي فيه اختلاف. فمثلا بند 8 في مواصفة الأيزو 22000 أول بند فيه بيتكلم عن العمليات اللي موجودة في الشركة اللي ممكن تأثر على نظام سلامة أو تأثر على سلامة المنتج، في حين إن في مواصفة الأيزو 9000 بيتكلم عن حاجة تانية خالص. فاللي إحنا عايز الكونكلوجن أو الخلاصة بتاعة السلايد دي إيه؟ إن الإصدار القديم في 2008 كان عبارة عن 8 بنود، الثمان بنود دي خاصة بس بالأيزو 9000، كل مواصفات الأيزو الأخرى ليها تقسيمة مختلفة خالص عن التقسيمة اللي إحنا شايفينها دي. أما في 2015 وباستخدام الهيكل العام الموحد اتغير كل مواصفات الأيزو ل 10 بنود أساسية، واتلغى مفهوم الست إجراءات الأساسية زي ما قلنا من شوية. طيب أغلب التحديثات أو معظم التحديثات
اللي صدرت في الاصدار الجديد في 2018 و2015 كان اهمها الهيكل العام الموحد زي ما اتكلمنا من شويه. تم استبدال لفظ منتجات كان في الاصدار القديم بيتكلم صراحه او نص صراحه على المنتجات. في الاصدار 2015 استبدل كلمه منتجات بكلمه المنتجات والخدمات حتى يتم تطبيق معايير الجوده على المنظمات الخدميه علاوة على الشركات المنتجة أو اللي فيها إنتاج للسلع. كان زمان في الإصدار القديم بيستخدم لفظ استثناء، كان من حقك في الإصدار القديم إن أنت تعمل استثناء لبعض البنود اللي مش بتطبق عندك. طب في الإصدار الجديد لا، ما عادش بيستخدم كلمة استثناء، بيقول لحضرتك as applicable. يعني إيه as applicable؟ يعني بقدر الامكان حضرتك هتقدر تطبق والبند ده ينطبق عندك انت مطالب بيه، مش هتقدر تطبقه وقدمت الاوبجكتيف ايفيدنت او الدليل المادي ان البند ده غير منطبق عندك، فخلاص البند ده مش محل مراجعه بالنسبه لك وبيستبعد. كمان بقى في حاجه جديده اسمها او التاكيد على المصادر الداخليه والخارجيه اللي بتاثر على استراتيجيات اتخاذ القرار الخاصه بالمنظمه. بقى في حاجه جديده في المواصفه اسمها الكونتكست اوف اورجانيزيشن او سياق المنظمه او سياق الشركه، وهنشرح الكلام ده النهارده ان شاء الله في بند 4 بالتفصيل. بقى في تاكيد كبير قوي على مشاركه العاملين وان النظام ما عادش مقتصر على الراجل ممثل الاداره ده بس وبقيه الشركه في وادي، والراجل بتاع الايزو ده زي ما كانوا بيسموه زمان هو اللي مسؤول عن المواصفة وهو اللي مسؤول عن تطبيقها وهو اللي بيعمل كل حاجة. اتلغى المفهوم ده دلوقتي وبقى الإدارة العليا انفولفد في النظام، مسؤولة عن تطبيق كل كبيرة وصغيرة في النظام، وبالتالي بقى في مشاركة من جميع العاملين في كل جزء في المواصفة. بقى في تأكيد على الاهتمام بالأطراف المعنية، وهنقول كمان شوية يعني إيه الأطراف المعنية اللي ليها صلة بنظام إدارة الجودة وتحقيق متطلباته. الأطراف المعنية طبقا لتعريف مواصفة الأيزو 9000 ل 2015 بيقول لحضرتك جميع الأشخاص الحقيقية أو المعنوية التي تتأثر أو تؤثر في نظام إدارة الجودة أو تؤثر في الشركة أو تتأثر بقراراتها. يعني إيه؟ يعني اي شخص حقيقي اللي هم البني ادمين يعني، او معنوي اللي هي الشركات الجهات الحكوميه الجيران المصانع المجاوره اللي هو زي ما بنسميها في القانون الشخصيه الاعتباريه. الناس دي مالها؟ الناس دي ممكن تتاثر بالشركه وبقراراتها وبالنظام اللي بتطبقه، وممكن تاثر في الشركه وبقراراتها وفي النظام اللي بتطبقه. ازاي؟ عند حضرتك الجهات الحكومية، الجهات الحكومية والرقابية المختلفة اللي بتيجي تفتش على الشركة، هل لو صدر قرار جديد الصبح مش هيغير في النظام اللي الشركة شغالة بيه ويغير في القرارات اللي الشركة هتاخدها؟ طيب الموظفين اللي شغالين جوه الشركة، وهناخد البند ده بالتفصيل في بند 4 إن شاء الله الأطراف المهتمة والمواصفة طالبة إيه منهم بالتفصيل. بقى في تركيز اكتر على منهجيه العمليات اللي هي البروسيس ابروتش، ودي برضو من الحاجات الجديده، والتاكيد على التفكير المبني على المخاطر والفرص المتعلقه بالمنتجات والخدمات. بقى في تاكيد على اداره التغيير، ودي برضو احد الالفاظ او المصطلحات الجديده كلمه اداره التغيير، ويعني ايه اداره التغيير وهنجيلها بالتفصيل ان شاء الله واحنا بنشرح البند السادس. بقى في تحديد للمعرفة اللازمة للتشغيل الناجح من خلال توفير المعارف. بقى المواصفة الجديدة بتقول لحضرتك لازم يبقى عندك منهجية لتحديد وتوثيق والاحتفاظ بالمعارف اللازمة للتشغيل. يعني ايه؟ يعني عند حضرتك مثلا المانوال بتاع المكن، عند حضرتك طريقة تشغيل الناس بتشغل بيها المعدات، عند حضرتك طريقة مثلا لمراقبة منتج معين. كل المعارف المختلفة اللي هتساعد حضرتك ان انت تشغل وتنتج وتشتغل بطريقة صحيحة وتحافظ او تحسن في مستوى الجودة،
سواء في جودة عملية أو في جودة منتج، لازم يبقى عند حضرتك طريقة تحافظ بيها على المعارف دي وتنشرها داخل الشركة. أغلب الناس اللي بتشتغل بيعاني في الشركات الغير مطبقة لنظم الجودة إن مش لاقي حد يعلمه، محدش عايز يعلمني، الناس خايفة تعلمني لناخد مكانه، المدير بتاعي ما بيقوليش على حاجة مش عايزني أتعلم. عشان المشكلة دي مواصفة الأيضا قالت لحضرتك لازم يبقى فيه إجراءات لتوفير المعارف ونشرها في المؤسسة عشان يقضي أو على فكرة إن ما بقاش فيه شيرنج للمعلومة وفي مجموعة معينة هي اللي محتفظة بسر الصنعة لنفسها، وبالتالي المجموعة دي لو مشيت الصبح الشركة ممكن تقع بسبب حاجة زي كده. فعشان المواصفة تتغلب على جزئية زي كده نصت صراحة إن يبقى فيه منهجية اللي إحنا اتكلمنا عليها. كان في مصطلح قديم شوية في مواصفات الأيزو اسمه البريفنتيف أكشن أو الإجراءات الوقائية. البريفنتيف أكشن ده عبارة عن إجراءات أنا بعملها مسبقا عشان أتفادى حدوث حالات عدم مطابقة متوقع حدوثها. يعني أنا عارف إن المكنة دي هتعطل، فقبل ما تعطل رحت عامل جايب المكنة موقفها ومصينها ومغير لها بلي وي 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 عشان أتفادى إن المكنة تعطل. ده كان اسمه الإجراء الوقائي. المواصفة قالت لك ما عادش في عندنا حاجة اسمها الإجراء الوقائي، بقت المواصفة كلها مبنية على منهجية التفكير المبني على المخاطر. أنا بتوقع المخاطر ممكن تحصل فين وتحصل إمتى وإزاي، وببني النظام كله على فكرة منع وقوع أو منع حدوث الخطر أو تقليل فرص حدوثه. كمان تم إلغاء دور ممثل الإدارة العليا زي ما قلنا من شوية. تم استبدال في الإصدارات القديمة كان بيستخدم لفظ أو مصطلح الإجراء والنموذج أو السجل، اتلغى المصطلحات دي وتم استبدالها بكلمة المعلومات الموثقة. يعني إيه المعلومات الموثقة؟ يعني أي معلومة موثقة بأي طريقة إن كانت حضرتك تقدر تستخدمها ما دام هتقدر تتحكم فيها. تقدر دلوقتي تعمل السيستم بتاعك على الكمبيوتر والمراجع يجي هيراجع على الكمبيوتر والناس بتسجل على الكمبيوتر، ما عندوش فيه مشكلة ما دام حضرتك حاطط الضوابط الضرورية اللي تحمي بيها السيستم ده، ما عندوش فيها مشاكل. أما زمان كان لازم يبقى فيه ورق ولازم يبقى فيه سجلات وغير معترف بأي طريقة توثيق تانية غير الورق. كمان كان في حاجة اسمها زمان الكواليتي مانوال أو دليل الجودة. في الإصدار الجديد اتلغى دليل الجودة. كان زمان دليل الجودة ده عبارة عن كتيب في الإجراءات والسياسة والأهداف وكل حاجة عن الشركة، عامل زي الكتالوج بتاع المعدة أو بتاع التلفزيون أو بتاع أي جهاز بيشرح كل حاجة في الجهاز. كذلك المانوال كان بيشرح كل حاجة في السيستم. المواصفة الجديدة قالت لك مش محتاجين المانوال ده، لكن ما زال إلى الآن الناس بتفضل استخدامه وبتعمله وبتستخدم المانوال، لكن لم يعد مطلب إلزامي زي ما قلت. مبادئ إدارة الجودة. قبل ما ندخل في مبادئ إدارة الجودة، لحد هنا في حد مش فاهم أو في مشكلة في المعلومات اللي اتقالت؟ مهندس أحمد إبراهيم. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل يا مستر. هو ازاي هيلغي إجراءات الوقاية وهو عامل أصلا مبني يعني واقع يعني بيساعد بص يا هو هندسة، بص يا هندسة، في اتفضل. الإصدار القديم كان أحد متطلبات المواصفة، مع كان حضرتك أحد متطلبات المواصفة إن يبقى فيه نظام لتوثيق الإجراءات الوقائية. كان مطلوب من حضرتك زي ما بتعمل تصحيح للمشكلة وتعمل لها إجراء تصحيحي عشان تمنع تكرارها، تعمل كمان إجراء وقائي عشان تمنع حدوث المشاكل المشابهة.
يعني على سبيل المثال المكنه عطل، فحضرتك بتصلح المكنه وبتعمل اجراء تصحيحي ان المكنه دي يحصل فيها نفس العطل مستقبلا. مش بس كده، ده كان بيطلب من حضرتك ان مثلا لو عندك مكنه تانية من نفس الموديل ونفس الامكانيات ما تستناش لما تعطل، ده انت هتعمل اجراء وقائي ان انت تروح تتشك على المكنه دي وتفحصها وتعمل لها صيانه من قبل حتى ما تعطل عشان تمنع ان المكنه التانيه كمان يحصل فيها العطل ده. ده كان مفهوم الاجراءات الوقائيه زمان. دلوقتي المواصفه بتقول لحضرتك لا، انت بتبني السيستم بتاعك كله، اتلغى الكونسبت ده صراحه، ما عادش موجود في المواصفه كلمه الاجراءات الوقائيه. لكن المفهوم بقى موجود في شكل اخر. يعني ايه بشكل اخر؟ بقى في حاجه اسمها الريسك بيس ثينكينج، التفكير المبني على المخاطر. انا وانا باسس السيستم اصلا هشوف المخاطر ممكن تجي لي منين وازاي وامتى، واعمل الاجراءات وطرق العمل بالطريقه اللي تساعد ان الاخطار دي ما تحصلش او فرص حدوثها تقل. وصلت؟ تمام، وصلت. شكرا يا دكتور. تمام. بالنسبه للبنود اللي احنا قلنا عليها هتتوضح في البنود الجايه، ما تقلقوش، احنا كل حاجه ان شاء الله هنشرحها اول ما ندخل في محتوى المواصفه، كل الحاجات اللي احنا قلنا هتشرح دي هتلاقوها موجوده. طيب، مبادئ اداره الجوده، عندنا 8 مبادئ لاداره او 7 مبادئ لاداره الجوده. المبدا الاولاني هو التركيز على العميل، ثم القياده، مشاركه العاملين، منهجيه العمليات او البروسيس ابروتش، التحسين، اتخاذ القرار المبني على الدليل، والريليشن شيب مانجمنت او اداره العلاقات. نبدا بالتركيز على العميل. التركيز على العميل بمنتهى البساطه والوضوح، اي شركه في الحياه بتشتغل في الاساس عشان العميل. فالمواصفه بتقول احد المبادئ اللي بنيت عليها المواصفه هو التركيز على العميل، ان اهميه اي منظمه بتتوقف على العميل بتاعها. لو الشركه ما عندهاش عملاء، هل الشركه هتقدر تحقق الانتاجيه وتحقق الربحيه اللي تضمن استمراريه النشاط؟ بالتاكيد لا. عشان كده المواصفه بتقول لحضرتك لازم تفهم وتلبي احتياجات العملاء دول عشان تقدر تحافظ على استمراريه النشاط. لازم يبقى عندك منهجيه وطريقه بتقدر بيها تجمع وتعرف متطلبات العميل، والطريقه دي كمان تضمن انت ازاي هتلبي او تشرح انت ازاي هتلبي متطلبات العملاء بتوعك. لازم كمان تقيم علاقتك مع السلطات والجهات التشريعيه والمجتمعيه ذات الصله عشان تقدر تقيس بوضوح احتياجات العملاء بتوعك. يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي المجتمع بقى جزء كبير منه هو صوت العميل او الكاستمر فويس. دلوقتي السوشيال ميديا موجوده، واي حد بيحصل اي حاجه في اي وقت تبص تلاقيه مشير على السوشيال ميديا. فالعميل بقى هو المرايه بتاعتك اللي شايفاك في كل وقت وفي اي زمان. فعشان كده المواصفه بتقول لحضرتك لازم تركز مع الراجل ده كويس قوي، وتقرا هو محتاج ايه، وتسيستم النظام اللي عندك، وتتوقع احتياجاته بشكل ملائم عشان تقدر تلبي الاحتياجات دي بالطريقه اللي العميل محتاجها وفي التوقيت اللي العميل محتاجه، عشان تضمن وفاء العميل بطريقه او باخرى. من ناحيه ثانيه، نجاح اي مؤسسه زي ما قلنا بيتوقف بنسبه كبيره على مدى قدره المؤسسه دي في النجاح انها تتوقع احتياجات العملاء بتوعها وتلبيها بشكل مستمر. طيب، نيجي للليدرشيب او القياده. القياده مقصود بيها التوب مانجمنت، ان التوب مانجمنت او الاداره العليا للمؤسسه يكون عندها رؤيه واضحه للنظام اللي موجود او المستخدم في الشركه، والنظام ده او ان تدير النظام ده بشكل سليم هو ده العامل الاساسي
لنجاح اي منظمه. فعشان كده لو الشركه ما عندهاش رؤيه مستقبليه للامور وما عندهاش جانب عملي واضح للالتزام بنظام اداره الجوده، هتلاقي الشركه كل يوم بتطلع بقرار، الاداره العليا طلعت قرار وبعد اسبوع لغوه وطلعوا قرار جديد. ليه؟ هو مش محدد هو عايز ايه، ما عندوش رؤيه، ما عندوش اهداف واضحه هو عايز يحققها، وما عندوش نظام اصلا عشان يشتغل عليه. وبالتالي لو الاداره العليا بتدير او بتقود المؤسسه من خلال نظام اداره الجوده، هتقدر تهيئ بيئه من شانها انها تشجع العاملين فيها على تحقيق اهدافها. مشاركه العاملين، مشاركه العاملين بيقول لحضرتك ان اي شركه في العالم بتعتمد على موظفيها عشان تضمن الشركه مشاركه موظفيها بشكل كافي في تسليم المنتجات. العنصر البشري في اي شركه هو اهم عنصر وهو المحرك الاساسي لاي نشاط. حتى لو انا شغال بمكان كله فول اوتوماتيد، ستيل حضرتك محتاج العنصر البشري اللي هيشغل خطوط الانتاج الاوتوماتيك دي. عشان كده العنصر البشري ده لازم يبقى انفولفد او لازم يبقى مشارك ومتداخل معاك في النظام بطريقه او باخرى، كل على حسب تخصصه. لازم يبقى كل واحد في مكانه عارف دوره ايه وعارف هيعمل ايه بالتفصيل، وفي وصف وظيفي ومهمات وظيفيه واضحه لجميع الافراد، وكل واحد على حسب مستواه الوظيفي بيقدر يشارك بدوره اللي هو متدرب عليه وفاهمه وعارف متطلباته كويس. وبالتالي عشان الشركه تضمن جوده منتجاتها لازم توفر موظفين وتزود الموظفين بتوعها بالمعرفه والمهاره اللي تساعدهم في تاديه الدور ده، من خلال التدريب، من خلال برامج التوعيه، ان اخلي الناس بتاعتي مثلا تطلع تاخد كورس بره، ادربهم انا على طريقه جديده في الشغل. كل الكلام ده هيشجع او هيخلي فيه مشاركه من العاملين وينمي لدى العاملين الولاء لدى المؤسسه. منهجيه العمليات، ايه بقى منهجيه العمليات دي؟ احنا هنسيب البند ده دلوقتي وهنجي له واحنا بنشرح القصه دي بالتفصيل اكتر عشان نبقى شايفينه عملي. التحسين، الشركه الناجحه هي اللي بتركز على التحسين المستمر، والتحسين اساسي للحفاظ على مستوى خالي او عالي سوري من الاداء. كمان التحسين بيحافظ على التعامل او بيوفر امكانيه التعامل مع التغيرات اللي بتحصل جوه او داخليا وخارجيا، وبيخلق فرص جديده. طيب في عندنا كلمتين بالانجلش او مصطلحين بالانجلش مهمين ان احنا نعرفهم. كان زمان في الاصدارات القديمه بيسمى التحسين بالكونتينوس امبروفمنت، اما في الاصدارات الجديده بقى في اتغير المقطع ده او الكلمه دي من continuous لcontinual improvement. طب ايه الفرق؟ الاثنين معناهم على المترجم التحسين المستمر، لكن كلمه continuous معناها ان انا حصل عندي حاجه صلحتها كنوع من التحسين وبعدين وقفت، وبعدين بعد فتره عملت تحسين وبعدين وقفت، بعدين بعد فترة عملت تحسين وبعدين وقفت. إنما continual improvement بتظهر استمرارية التحسين، أنا على طول عندي تحسين. التحسين ده يعني إيه؟ عشان بس مصطلح يبقى واضح للناس كلها، فكرة التحسين مش معناها إن أنا بعمل حاجة مش موجودة. يعني إيه؟ يعني مثلا أنا عندي منتج معين وليكن مثلا، خلينا نتكلم شويه في منتجات غذائيه عشان الناس كلها تبقى عارفاها. عندي مثلا بعمل زبادي، زبادي ساده. فان انا الزبادي الساده ده
اضيف اغير في الريسبي بتاعته واخلي مثلا زبادي بالفراوله بدل الزبادي الساده، ده مش تحسين، ده حاجه تانية مختلفه شويه هنتكلم عنها قدام، اسمها الديزاين والديفلوبمنت، التطوير والتصميم. انا كده طورت في المنتج بتاعي، لكن التحسين ده انا عندي مشكله وغيرتها او حليتها، اسف. زي ايه؟ انا عندي منتجات معيبه بتطلع كتير، مثلا بيطلع عندي 10 طن، كل تشغيله بيطلع فيها 10 طن منتج معيب، فانا عملت بروجكت تحسين وقللت المنتجات المعيبه من 10 طن ل 5 طن، ده اسمه ايه؟ اسمه تحسين. او زي المثال اللي احنا كنا بنتكلم عنه من شويه في الصيانه، انا عندي مكنه بتعطل، فحطيت اكشن بلان عشان ادور ايه السبب الجذري ان المكنه دي بتعطل، فرحت حليت السبب الجذري عشان امنع ان المكنه دي تعطل تاني، ده نوع من التحسين. فالتحسين يا اما بضيف قيمه مضافه للمنتج او لعمليه، او بقضي على مشكله موجوده. انما التطوير انا بعمل كرييشن او انشاء لحاجه اصلا مش موجوده. يعني انا ما كانش عندي منتج اسمه زبادي بالفراوله، جبت عملت تصميم للمنتج من الاول وحضرت الريسبي بتاعته ورحت عامل تجربه تشغيليه، لقيت الدنيا تمام، بدات انتج، كل ده اسمه ايه؟ تطوير، ديفلوبمنت او تطوير. التطوير ده انا اخترعت حرفيا حاجه ما كنتش انا بعملها. لما نيجي ان شاء الله لبند التطوير هنتكلم عنه بالتفصيل. الدليل هو الاساس لصنع القرار. المواصفه دي او بنيت على حاجه اسمها الاوبجكتيف ايفيدنس، ان كل ديسيجن الشركه هتاخده بيكون بناء على ادله، بناء على حقائق، ما هياش الموضوع مقتصر على الخبرة الشخصية للقائمين على العمليات المختلفة. الموضوع بقى بيعتمد على الدليل. أنا عندي بيانات بيتم تسجيلها، عندي تقرير إنتاج، عندي تقرير للجودة، عندي، والقرار اللي أنا باخده أو كإدارة عليا هتاخده بتاخده بناء على الأدلة اللي موجودة في السجلات والتقارير. يعني مثلا انا عندي تقرير صيانه، تقرير الصيانه بتقول ان عدد ساعات الاعطال بتاع المعده س 100 ساعه في الشهر. طيب المكنه دي بتقف في الشهر 100 ساعه. طيب ال 100 ساعه دول بيكلفوني فلوس قد ايه؟ والاعمال الصيانه وقطع الغيار اللي انا بستخدمها بيكلفوني فلوس قد ايه؟ فجيت قلت كأدارة عليا بناء على الدراسة اللي احنا اتكلمنا عنها دلوقتي، ان مثلا ال 100 ساعة دول تكلفتهم 200,000 جنيه، وانا بشتري قطع غيار وبصلح والكلام من ده، بيوصل التكلفة الإجمالية 500,000 جنيه. فجت الإدارة العليا خدت قرار المكنة دي احنا هنخرجها بره الخدمة وهنبيعها ونشتري معدة جديدة. طب هي الإدارة العليا خدت القرار ده بناء على إيه؟ لما جت الإدارة تبص كمان 5 سنين وتراجع السجلات اللي كانت شغالة بتاع الصيانة، لقت إن المكنة دي كل سنة وكل شهر معدل أعطالها في الزايد أو في الزيادة، وبالتالي مصاريف الصيانة بتاعتها هتكون في غير محلها. أنا بمعنى أصح أنا بصرف على الفاضي، أنا عمال أصرف على المكنة عشان أصلح العيوب اللي بتظهر فيها، والمكنه عمرها الافتراضي بيقل مش بيزيد، او على الاقل مش بمستوى ثابت. وبالتالي لا، انا استغنى عنها افضل واشتري معده جديده. بس هو خد القرار ده بناء على ايه؟ بناء على دليل، بناء على مستند، ما هياش بناء على الاهواء او الخبره الشخصيه للافراد والعاملين في المؤسسه. هو عنده بيانات حللها، البيانات دي هي اللي ساعدته في اتخاذ القرار الصحيح، زي ما بنقول المستنير في تحسين الخدمات او المنتجات المقدمه. الريليشن شيب مانجمنت او اداره العلاقات. اي شركه لازم تبني علاقات
مفيدة مع جميع الأطراف المعنية. الأطراف المعنية زي ما قلنا أي شخص اعتباري أو حقيقي بيأثر أو بيتأثر بقرارات الشركة أو النظام اللي الشركة بتطبقه، زي مين؟ زي العملاء، زي الموردين، زي المنظمات والدولية والوطنية، الجهات الرقابية والتشريعية، الموظفين اللي شغالين جوه الشركة، كل دي أطراف معنية. لازم يبقى فيه وين وين سيتويشن أو إدارة للعلاقة ما بين الأطراف دي بشكل يضمن تبادل المنفعة. يعني ما بقاش أنا كشركة عندي أطراف مهتمة زي الجهات الرقابية، الجهات الرقابية دي ليها متطلبات مطلوب من حضرتك تلبيها. لو حضرتك تجاهلت علاقتك بالأطراف دي وما لبيتش احتياجاتهم، هيترتب على ده إن حضرتك هتعمل لك محاضر وممكن النشاط يتوقف بسبب إن أنت مخالف للمتطلبات بتاعة الجهات دي. طيب، من المهم على جميع المؤسسات والشركات إنها إن المبدأ إدارة العلاقات يكون أحد الأسس والمناهج اللي بني عليها نظام إدارة الجودة عند تقديم المنتجات أو الخدمات الخاصة بالشركة، ويجب أن تكون منسجمة مع جميع العمليات في تناغم وثقافة. يعني إيه بقى الكلام ده؟ يعني حضرتك ببساطة المواصفة بتقول لحضرتك أنت عندك موظفين وعندك عملاء وعندك موردين وعندك جهات خارجية، عندك جيران، عذرا، عندك جيران ليك في المنطقة اللي أنت بتشتغل فيها، كل دي أطراف مهتمة. لازم حضرتك تدير علاقتك معاهم بالشكل اللي يضمن أقصى ويحقق أقصى استفادة للطرفين. هتقول لي الموظفين والشركات مفيش حد بيعمل الكلام ده، حتى الشركات الحاصلة على شهادات. لا، في فرق ما بين شركة حاصلة على شهادة أنا مش عارف حضرتك تقصدي إيه، يعني تليفون مين اللي فصل تليفون حضرتك؟ يعني ممكن حضرتك تحطيه على الشاحن عادي، يعني أنا مش شايف الموضوع فيه مشكلة يعني. في فرق ما بين شركة حاصلة على شهادة وشركة بتطبق نظام. الشركة اللي حاصلة على الشهادة في بعض الشركات للأسف في السوق بتاخد الشهادة مجرد الشهادة، هو عايز الورقة اللي هيعلقها على الحيطة عشان يستخدمها في التسويق، يزود الماركت شير بتاعته. ما بيطبقش الريكويرمنت بشكل كامل، هو بس يهمه الشهادة، وبناء عليه كل البينيفيتس او الفوائد اللي ممكن يحصل عليها من تطبيق النظام مش هيستفيد بيها لانه مش بيطبق المتطلبات دي. طب ايه الفوائد دي؟ الفوائد دي ان النظام هيشجع على ثقافة التحسين المستمر جوه الشركة، لان ده احد المبادئ الاساسية اللي بني عليها النظام. هيتم وضع عمليات واضحة لمعالجة الأخطاء الإنتاجية ورباطة الجودة أو النوعية اللي بتظهر. يعني إيه؟ يعني السيستم هيساعد حضرتك إن أنت زي ما قلنا تتفادى المخاطر والأخطاء اللي ممكن تحصل حتى في خط الإنتاج، وهيحسن من الجودة والنوعية بتاعة المنتجات اللي أنت بتنتجها. هيزود وعي وفهم العاملين داخل الشركة، زي ما كنا بنتكلم من شوية إن هيبقى في إجراءات لنشر المعارف داخل الشركة، وبالتالي هيبقى في نوع من الوعي. الناس هتبقى عارفة يعني إيه جودة، يعني إيه متطلبات عميل، إزاي نركز على متطلبات العميل دي بطريقة أو بأخرى. حصول الشركة على شهادة الأيزو 9000 هيخلق فرص تسويقية جديدة وهيعزز مكانة الشركة في السوق. بمجرد ما الشركة بتحصل على شهادة الأيزو، ده بيزود الحصة التسويقية بتاعة الشركة بدون ما الشركة تعمل أي حاجة. ليه؟ أولا في السوق المحلي
ان حضرتك تبقى واخد شهادة الايزو، فالمستهلك او المستقبل للمعلومة دي فاهم او عنده خلفية ان شهادة الايزو دي حاجة مهمة وحاجة كويسة. فبالتالي لما حضرتك كشركة تقول انا حاصل على شهادة الايزو، ده بيزود في الماركت شير بتاعك، بيزود ثقة العميل في البراند او في العلامة التجارية بتاعتك، وبالتالي هيحسن من فرص التسويق وهيزود من الحصة التسويقية للشركة. الفوائد من ضمن الفوائد كمان هيبقى في مراجعة من طرف ثالث، ودي احد الادوات القوية لاثبات المصداقية، بمعنى ان حضرتك هيجي لك كل سنة مراجعة من شركة المنح اللي هي الطرف محايد، لا هي من مصلحتها ان حضرتك تاخد الشهادة او ما تاخدش الشهادة، مش فارق معاها، هو هيجي يراجع بحيادية عشان يتأكد هل حضرتك محقق المتطلبات ولا لا، وبناء عليه ده هيزود مصداقية السيستم عند حضرتك وهيزود مصداقيتك عند العميل بتاعك. كمان النظام لما بيطبق بشكل هيبقى فيه تحديد صحيح للعمليات، وهيزود معرفة الموظفين بكيفية أو بالطريقة المعتمدة لتنفيذ العمليات دي، وده هيمنع حدوث أو تكرار الأخطاء، لأن حضرتك زي ما اتفقنا من شوية النظام مبني أصلا على توقع الأخطاء ومنعها، فبالتالي ده هيقلل كتير جدا من فرص حدوث الخطأ. هل معنى كده إن الشركة اللي عندها سيستم للأيزو ما عندهاش مشاكل وما عندهاش مرتجعات او شكاوى عملاء؟ لا، عندها، لان انت عندك عنصر بشري متدخل في العمليه، واي عنصر بشري موجود معناها الخطا وارد. فالخطا، عشان الخطا وارد، انت لما بتحط النظام ده انت بتقلل من فرص حدوث الخطا، وفي بعض الاحيان، ونأكد على كلمه بعض الاحيان، بتمنعها تماما. لكن انت مش هتقدر تمنع المشاكل بنسبة 100% مهما طبقت من نظم، اعلى نظم الجودة اللي موجودة حاليا او منهجيات التحسين هي السكس سيجما واللين. اللين سكس سيجما، لما حضرتك توصل لليفل السكس سيجما معناها ان حضرتك عندك احتمالية 43 من 10,000، أو من 43 من 43 في المليون فرصة إن ممكن يحصل خطأ. يعني إيه؟ يعني كل مليون وحدة إنتاجية حضرتك هتنتجهم ممكن يطلع 34 وحدة منهم، محتمل إن يطلع 34 وحدة منهم معيب. فحتى مع المنهجيات المتقدمة زي السكس سيجما استيل في احتمالية للخطأ وإن يطلع منتج معيب. السكس سيجما مجال كبير قوي، احنا مش هينفع نتطرق له دلوقتي، لكن احنا لما بيجي فرصة هنتكلم عنه. كل المميزات اللي احنا قلنا عليها من شوية دي هتساعد المنظمة وتزود قدرتها في الوفاء بشكل مستمر على بمتطلبات العملاء والمتطلبات القانونية والتنظيمية. زي ما قلنا، المواصفة بتشجع على الوفاء بالمتطلبات القانونية والتنظيمية، وتشجع، وفي مبدأ أساسي من المبادئ اللي بنيت عليها المواصفة وهو التركيز على العميل. بتقول لحضرتك الراجل ده أهم واحد في العلاقة عند حضرتك، لازم تدور على متطلباته، ومش بس تدور على متطلباته، ده أنت كمان محتاج تتوقع ايه هي المتطلبات اللي العميل بيحلم بيها عشان تحسن من رضا العميل بتاعك. كمان زي ما قلنا هتيسر فرص لتعزيز رضا العميل، هيكون في تعامل مع المخاطر والفرص من خلال سياق الشركة، هتزود القدرة على إبراز التوافق مع متطلبات نظام محدد لإدارة الجودة. خلينا ندخل في جزئية جديدة، وهي المؤسسات المعنية بالجودة. أول وأهم المؤسسات دي هي منظمة الأيزو، أو المنظمة الدولية للتوحيد القياسي.
ايه بقى منظمه الايزو دي؟ منظمه الايزو او انترناشونال اورجانيزيشن فور ستاندرزيشن، المنظمه الدوليه للتوحيد القياسي، هي اتحاد دولي لجهات التوحيد القياسي الوطنيه. يعني ايه؟ يعني احنا عندنا في مصر هنا حاجه اسمها الهيئه العامه للمواصفات والجوده، في بريطانيا حاجه اسمها المنظمه البريطانيه للمواصفات والجوده. كل دوله عندها جهه منوطه باصدار مواصفات. الجهات دي اجتمعت وشكلوا مع بعض منظمه الايزو. هي كلمه ايزو او مصطلح ايزو مش اختصار لاسم المنظمه، على عكس ما كتير بيعتقد. زي ما احنا شايفين لو هو اختصار للاسم كان هيبقى IOS، ده اسم المنظمه International Organization for Standardization، انما الترتيب بتاع الحروف هي ISO. الكلمه دي جايه من الكلمه اليونانيه ISOS بمعنى equal او يساوي، وده الهدف الاساسي او احد الاهداف الرئيسيه للمنظمه، ان المنظمه بتسعى لتوحيد المفاهيم والمقاييس على مستوى دول العالم. يبقى انا شركه في مصر شغاله في الصناعه اكس، وفي شركه في بريطانيا شغاله في الصناعه اكس، احنا الاثنين لما بنطبق مواصفات الايزو في الصناعه بتاعتنا يبقى احنا الاثنين شغالين بنفس المنهجيه وبنفس الطريقه، وبالتالي بقى في فرصه احسن للتنافس. المنظمه دي انشئت في جنيف في سويسرا في سنه 47، وعدد الاعضاء فيها لحد وقت قريب كان 165 دوله عضو، اعدت ونشرت 23327 مواصفه دوليه ووثائق ذات صله. منظمه الايزو فيها 223 لجنه فنيه ولجان مشاريع. ناخد بالنا ان منظمه الايزو هي جهه اصدار مواصفات وليست جهه اصدار شهادات او منح شهادات المطابقه. يعني ايه؟ يعني الجماعه بتوع الايزو دول بيعملوا مواصفات بس. لما حضرتك تعوز تاخد شهاده الايزو انت بتروح لحد تاني خالص مالكش علاقه خالص بمنظمه الايزو. وهنشوف الكلام ده كمان شويه. اهداف المنظمه زي ما قلنا تشجيع تطوير المواصفات القياسيه والانشطه المرتبطه بها، تسهيل تبادل السلع والخدمات على المستوى الدولي، تطوير التعاون العلمي والتقني والاقتصادي على المستوى الدولي. المنظمه هدفها الاساسي ان يبقى في تبادل منفعه ما بين الدول وبعضها البعض وتوحيد المفاهيم. منظمة الايزو هي منظمة غير حكومية ووظيفتها اصدار ومراجعة وتطوير المواصفات القياسية ولا تمنح شهادات الايزو. طيب في عندنا حاجة تانية اسمها جهات الاعتماد الوطنية او International Accreditation Form. International Accreditation Form دي الجهات او المؤسسات الدولية تقوم باعتماد شركات المانحه لشركات لشهادات الايزو. طيب ايه الشركات المانحه دي؟ الشركات المانحه دي الشركه اللي بتمنح المصنع او الشركه الراغبه في الحصول على شهاده الايزو بعد تطبيقها للبنود الشهاده. في عندنا كمان حاجة اسمها International Accreditation Forum أو المنتدى العالمي للاعتماد. المنتدى العالمي للاعتماد ده بيجتمع تحت مظلته جميع جهات الاعتماد الدولية اللي احنا كنا بنتكلم عليها من شوية اللي هي الأكريديشن بودي، ومقر المنتدى ده في كندا وتم إنشاؤه سنة 93. هوري لحضراتكم رسمه كده عشان اشرح لكم العلاقه ما بين الثلاث جهات اللي احنا بنتكلم عليها دول.
عشان نفهم يعني ايه اكريديشن ويعني ايه سيرتيفيكيشن. المنتدى العالمي للاعتماد ده في منتدى دولي او ملتقى دولي بيجتمع فيه كل دول العالم. المنتدى ده بيعمل ايه؟ بيريكوجنايز او بيعترف بمجموعه من الشركات او الجهات. الجهات دي مرخص لها منح اعتماد لشهادات الايزو. يعني ايه؟ يعني الاياف عندنا في مصر حاجه اسمها الايجاك، مجلس الاعتماد الوطني المصري. الايجاك ده جهه اعتماد في مصر. الايجاك ده عشان يبقى معتمد ويقدر يدي اعتمادات لازم يبقى مسجل ومعترف بيه من منين؟ من المنتدى العالمي للاعتماد. طيب الايجاك ده بيعمل ايه؟ الايجاك ده بيعتمد الجهات اللي بتمنح شهادات الايزو في مصر. زي مين؟ زي تيو بي وزي اسيرتا وزي اس جي اس وزي انتر. الدكتور مشي يا شباب صح؟ ايوه ماشي. نمشي يعني كده خلاص خلصنا؟ لا، الظاهر حسن عنده مشكلة. تمام شكرا. تمام. لو سمحت يا جماعة، في حد من السيب المنظم معانا يشوف يتواصل مع الدكتور؟
عذرا على الانقطاع يا شباب، معلش الواي فاي فصل بس الكهرباء فصلت عنه. طيب كنا بنتكلم على عمليه الاعتماد ومنح شهادات الايزو. زي ما كنا بنقول من شويه، حضرتك شركه عايز تاخد شهاده الايزو، فبتروح تكلم جهه المنح. جهه المنح دي بتيجي تراجع على الشركه او المصنع اللي عايز ياخد الشهاده عشان تتاكد ان هو مطبق المتطلبات. طيب ايه اللي بيحصل بعد ما بيعمل المراجعه؟ بيطلع تقرير. المراجع بيعمل تقرير ويبعته لجهه المنح. جهه المنح التقرير ده بيبقى مكتوب فيه موقف الشركه سواء مطبقه او مش مطبقه، وايه الحيود اللي عندها وايه المخالفات اللي عندها. في النهايه بناء على نتيجه المراجعه دي، المراجع بيدي توصيه ان الشركه دي تحصل على شهاده الايزو. جهة المنح عندها لجنة مختصة بمراجعة تقرير المراجعة، بتراجع التقرير دي كلها عشان تعرف إذا كانت فعلا الشركة تستحق الشهادة أو لا، وبناء على المراجعة بتصدر الشركة بناء على نتيجة المراجعة وبناء على التوصية اللي جت من المراجع بتصدر شهادة الأيزو. طيب جهة المنح دي عشان تقدر تراجع على حضرتك وتمنحك الشهادة كمصنع أو كشركة، لازم الشركة دي تكون معتمدة حصل على اعتماد. يعني ايه حصل على اعتماد؟ يعني جت شركة خارجية راجعت على شركة المنح وتأكدت ان هم مطبقين معايير معينة، بتيجي تراجع عليهم، بيتراجع عليهم على مواصفة حاجة اسمها الايزو 17024 او 17067. دي مواصفات بيتراجع بيها على جهات المنح. جهه الاعتماد بتروح تراجع على جهه المنح عشان تعتمدها انها تمنح شهاده. طيب جهه الاعتماد دي عشان تقدر تعتمد شركات المنح، لازم جهات الاعتماد دي تكون معترف بيها من الاياف اللي احنا كنا بنتكلم عنه من شويه. وضحت كده الرؤيه السايكل بتمشي ازاي وايه قصة اعتماد ومنح والكلام ده؟ تمام، واضحة يا دكتور. بس في سؤال بس. اتفضل. اللي هي الجهات المعتمدة دي ازاي بتبقى معتمدة من الجهة اللي هي IAF؟ طب ليه الشركات نفسها اللي هي بتطبق الجودة دي ليه ما تعتمدش نفسها من الـ IAF، من الموثقة نفسها؟ بص يا هندسة، السايكل عشان هو ينفع ان انا كمصنع اجي اقول انا بطبخ كويس او انا بنتج شغل كويس وانا اللي راجع على نفسي واقول الشغل بتاعي كويس؟ بيتهيألي ما ينفعش، صح؟ لا ما ينفعش. حلو قوي. جهة المنح لو هي المهيمنة على الموضوع وهي اللي بتيجي تراجع على حضرتك وبتقول لك انت حلو ولا وحش ومفيش حد بيراقب ادائها، ايه اللي هيحصل؟ الشركة دي بقت ذات قوة وسيادة على حضرتك. حضرتك مش هتقدر تشتغل، مش هتقدر تاخد الشهادة غير لما الشركة دي تبقى راضية عنك. فبناء عليه الشركة دي اكتسبت قوة جبارة في التحكم في كل الشركات. انما لما بيبقى في جهة بمزاجها بقى، الشركة دي شركة المنح هتبقى شغالة بمزاجها ببساطة كده، الشركة دي أنا عايز أدي الشركة دي شهادة هديله، محدش هيجي يراجع ورايا ولا يقول لي أنا حلو ولا وحش. طيب إيه اللي بيحصل؟ الموضوع مش مقتصر على الوضع المحلي. يعني إحنا شهادة الأيزو دي شهادة معترف بيها على مستوى العالم. طيب أنا إزاي هضمن كمجتمع دولي ان الشركة سين، المصنع سين ده او صاد اللي واخد شهادة ايزو ده واخدها فعلا صح ومطبق سيستم والكلام ده كله؟ فلازم يبقى عندي شركة تروح تراجع على المصنع ده وتديله الشهادة، صح؟ طيب ايه اللي يضمنني ان الشركة اللي هتروح تراجع على الشركة دي فعلا بتراجع صح وعارفة بتراجع ازاي وعندها نظام معين للمراجعة؟ فلازم الشركة دي يبقى عندها شركة ثانية بتراجع عليها، اللي هي شركة المنح، يبقى عندها شركة بتراجع عليها عشان تعتمد الطريقة اللي هي شغالة بيها.
طب هو مين اللي يملك صلاحية ان هو يروح يراجع على جهة المنح؟ اي نوع من الشركات؟ والشركات دي هتكتسب قوتها منين؟ فالمجتمع الدولي اتفق على انشاء الاياف اللي هو المنتدى العالمي للاعتماد، وقال لك احنا كمجتمع دولي مجمعين ان الكيان ده يقدر، يعني هو الوحيد المختص بالاعتراف بشركات الاعتماد، عشان نضمن ان الشركات دي هيتراقب على طريقة شغلها، وبالتالي هنضمن حياديتها، ان الشغل اللي هيتم هيتم بشكل حيادي. طيب جهة الاعتماد دي هتعمل ايه؟ ما وراهاش شغلانة غير ان هي تراجع على جهات المنح عشان تطمن ان عندها طريقة معتمدة في المراجعة على الشركات الراغبة في الحصول على الشهادة. يبقى زي ما احنا شايفين في الرسمة كده، الإياف ده الكيان اللي اعتمد من المجتمع الدولي. الكيان ده دوره ان هو يعتمد شركات او جهات زي الجاك المصري، زي اليوكات البريطاني، زي داكس الالماني، دي جهات اعتماد في الدول بتاعتها. الإياف اعتمدها. جهات الاعتماد دي بتعمل ايه؟ بتنزل تراجع على جهات المنح عشان تضمن ان جهات المنح بتمنح شهادات فعلا لمستحقيها، وبتطبق النظام كجهة منح نفسها، بتطبق نظام حيادي. وصلت كده الفكرة؟ ان الموضوع يبقى السايكل كلها في واحد بيراقب على واحد، بيراقب على واحد، بيراقب على واحد، لحد ما توصل الموضوع في النهاية للعميل اللي هو المصنع اللي عايز ياخد الشهادة، عشان يضمن ان الاياف يبقى ضامن ان شركة اكس اللي خدت شهادة الايزو 9001 دي فعلا عندها سيستم بيحقق متطلبات المواصفات. وصلت؟ يبقى انا كمجتمع دولي لما يجي لي شهادة من مصر شركة حاصلة على الايزو، انا مطمن ان الشركة دي اتراجع عليها، وان جهة المراجعة دي اقدر اخش على الويب سايت بتاعهم واتحقق من الشهادة ان الشهادة دي فعلا سليمة، وان جهة المنح دي نفسها اقدر اراجع ان الشركة نفسها معتمدة من خلال موقع جهة الاعتماد، واقدر اراجع على جهة الاعتماد نفسها واتاكد ان هي معتمدة من الاياف من خلال الويب سايت بتاع الاياف. تمام كده الجزئية دي واضحة؟ تمام يا دكتور، شكرا. طيب الاياف هي المنتدى العالمي للاعتماد. في عندنا بقى حاجة تانية اسمها الايلاك، وده المنظمة الدولية لاعتماد المعامل. يبقى الإياف ده بيعتمد الشركات والمصانع، الإيلاك بيعتمد أو مختص باعتمادات المعامل. أنا جهة اعتماد همنح شهادة اعتماد لشركة منح. شركة المنح دي لو بتراجع على مصنع فلازم تبقى جهة الاعتماد دي معتمدة من الإياف. لو هتراجع على معمل يبقى لازم جهة الاعتماد نفسها تبقى معتمدة من إيه؟ من الإيلاك. الإيلاك ده برضه عبارة عن تجمع دولي يقع تحت مظلته جهات الاعتماد، المختبرات، وجهات التفتيش على المعامل، ومقرها في استراليا، وكان أول بداية ليها في سنة 77، وفي تعاون مشترك ما بينها وما بين الإياف. طيب عندنا في مصر حاجة اسمها المجلس الوطني للاعتماد اللي هو الايجيبشن اكريديشن كونسل. ده جهاز مستقل أنشئ بقرار جمهوري رقم 312 لسنة 96، ليكون الجهاز الوطني المسؤول عن أنشطة الاعتماد داخل مصر، وحاصل على العضوية الكاملة للإياف والإيلاك. عشان كده المعامل المعتمدة عشان تكون معمل معتمد لازم يبقى واخد شهادة من الإيجاك. لازم يبقى واخد شهادة منين؟ من الإيجاك. إنما لو المعمل ده مطبق أو حصل على شهادة الأيزو مثلا 9001، مش شرط إن هو مش هيبقى ليه علاقة مباشرة من الإيجاك. تعالوا نشوف الرسمة دي كده ونشرح فيها الوضع. الإيجاك أو الإيلاك سوري، اللي هو
مجلس الاعتماد الخاص بالمعامل ده بيعترف بجهات اعتماد زي الايجاك وزي الدكس وزي اذ وزي اليوكاس في بريطانيا، كل دي ايه؟ جهات اعتماد. طيب جهات الاعتماد دي بتعمل ايه؟ دي بتروح تراجع مباشرة على المعامل، مفيش هنا بقى جهة منح، لان جهة المنح بتمنح شهادة ايضا او بتمنح شهادة مطابقة، انما في حالة المعامل، المعامل بتحصل على اعتماد جهات الاعتماد. يعني حضرتك دايما بنسمع كده ايه، ده معمل معتمد. يعني ايه معمل معتمد؟ يعني حاصل على شهادة الايزو 17025. طب هو حصل على الشهادة دي منين؟ من جهة اعتماد زي الايجاك زي الدكس زي دانك زي اي جهة اعتماد في اي دولة. واضح كده الفرق ما بين الاثنين؟ الايلاك مختص بالمعامل، الاياف مختص بالشركات اللي بشركات المنح واعتماداتها من مجالس او من هيئات الاعتماد الوطنية. معايا يا شباب ولا تهنا؟ تمام يا دكتور. تمام. ثانية واحدة بس هسجل الحضور وهنكمل. كمل. انا خدت سكرين شوت من الناس اللي موجوده دلوقتي، وهاخد سكرين شوت تاني في اخر المحاضره عشان الناس اللي يعني ما تعتقدش ان احنا سجلنا فخلاص اخرج بقى انا كده سجلت. يعني القصه دي كانت بتحصل كتير، فمعلش عذرا. يعني اللي موجود واتاخد اسمه دلوقتي، لو في اخر المحاضرة عملت تشيك وما لقيتوش هعتبره برضه ما حضرش. طيب دي امثلة لبعض مواصفات الايزو الشهيرة او الكومنت في المجال او في مصر عموما، يعني زي الايزو 9001 لنظم ادارة الجودة، زي الايزو 22000 نظام ادارة سلامة الغذاء، امن المعلومات اللي هي 27001، 13485 ده للميديكال ديفايس، 17025 لاعتمادات المعامل، ال 14001 للبيئه، ال 31000 لاداره المخاطر، ال 45000 لاداره السلامه والصحه المهنيه. طيب ازاي الشركه بتحصل على شهاده الايزو؟ اول حاجه الشركه محتاجه تعمل تحليل فجوه. يعني ايه تحليل فجوه؟ يعني بتقارن ما بين الوضع الحالي في الشركة وما بين متطلبات المواصفة، وبناء على التحليل ده بتبدأ تنشئ النظام اللي بيغطي الفجوات وبيغطي متطلبات المواصفة. يعني على سبيل المثال المواصفة بتشترط مثلا 10 متطلبات، الشركة محققة من العشر متطلبات دول 5 متطلبات تمليك، فبناء عليه النظام ده بيتنشئ بيدخل فيه الخمسة اللي متطبقين وبيضاف إليه الخمسة اللي مش موجودين. طبعا ده مثال جدلي لتوضيح الصورة، الأمور ما بتمشيش كده، أنا بس بوريكم فكرة أو بديكم مثال لفكرة تحليل الفجوة دي الغرض منها إيه. يعني بعد إنشاء النظام كدورة مستندية كمتطلبات في موقع الإنتاج نفسه، بيبدأ يحصل مراجعات داخلية من الشركة نفسها على النظام ده عشان تتأكد فعلا ان النظام اتطبق
وبقى محقق لمتطلبات مواصفة الايزو. بعد كده بتبدأ دورة الاتصال بشركات المنح وعشان يحددوا معاها ميعاد للمراجعة الخارجية، اللي هي جهة المنح بتيجي تراجع على المصنع اللي عايز ياخد او الشركة اللي عايزة تاخد شهادة الايزو، وجهة المنح المراجع بيطلع توصية بالحصول على الشهادة، واعتماد الشهادة دوليا بيكون من قبل جهة الاعتماد الخاصة بشركة المنح. شهادات الايزو بجميع انواعها مدة الصلاحية بتاعتها 3 سنوات، يتخللها كل سنة مراجعة. يعني حضرتك بتحصل على الشهادة أول مرة مثلا في 2021، الشهادة بتكون صالحة معاك 2022 و2023 و2024. في 2022 بيجي لك جهة المنح تراجع بس مفيش شهادة جديدة، و2023 بيجي لك شركة المنح تراجع ومفيش شهادة جديدة، في 2024 بيجي لك شركة المنح تراجع وتديك شهادة جديدة في 3 سنين جداد. وصلت كده؟ طيب ايه الفرق ما بين الايزو 9001 2015 ونظام إدارة المخاطر؟ فاكرين منهجية العمليات اللي هو المبدأ اللي احنا كنا اتكلمنا عنه، السايبوك اللي احنا كنا بنتكلم عنه في مبادئ إدارة الجودة وقلنا هنشرحه كمان شوية. احنا ان شاء الله يعني فاضل معانا ساعة الا تلت والمحاضرة تخلص، احنا هنخلص ان شاء الله على 9:30. طيب البروسيس ابروتش او منهجية العمليات بتتكون من 3 اضلاع، حاجة اسمها السايبوك وهنقولها دلوقتي، حاجة اسمها الريسك بيس سينكينج او التفكير المبني على المخاطر، ودورة او حلقة البيديكا او الديمينج سايكل. خلينا نبدأ الاول بالتفكير المبني على المخاطر. التفكير المبني على المخاطر هو يعني ايه اصلا خطر؟ يعني ايه كلمة ريسك؟ الريسك في المواصفة هو تأثير اللا يقين على النتيجة المتوقعة. يعني ايه؟ يعني بيقول لحضرتك مثال، انا عايز اعمل او انا دلوقتي لو ما صينتش معدة ايه الخطر المتوقع واللي هيحصل لو انا ما صينتش المعدة؟ اكيد المعدة مع الوقت هتبدأ تعطل ويبدأ يحصل فيها مشاكل، وبالتالي نتيجة عدم معرفة النتائج اللي هتحصل لو انا ما عملت الصيانة ده اسمه ايه؟ اسمه ريسك. ممكن الخطر ده او الريسك ده يبقى ايجابي وممكن يبقى سلبي. طيب يعني ايه تأثير اللا يقين على النتيجة المتوقعة؟ التأثير ده هو عبارة عن انحراف عن المتوقع، زي ما كنا بنقول من شوية ممكن يبقى حاجة ايجابية وممكن تبقى حاجة سلبية. اللا يقين هو حالة حتى ولو جزئية من عدم كفاية المعلومات. انا مش متأكد، ببساطة كده انا مش متأكد ان هيحصل ايه، ممكن المعدة تعطل وممكن ما تعطلش، فلو ما عطلتش انا وفرت الوقت اللي انا كنت هصين فيه ودي حاجة ايجابية، ولو عطلت فانا هقف عشان اصلح العطل وهصرف فلوس كتير عشان اصلح العطل ودي حاجة سلبية. الخطر عبارة عن حاجتين، الخطر او الريسك هو شدة التأثير في احتمالية الحدوث. يعني على سبيل المثال انا باجي اقول ايه احتمالية ان المكنة تعطل لو انا ما صينتهاش؟ طيب لو المكنة عطلت عشان انا ما صينتهاش، شدة التأثير ده على جودة المنتج او على جودة النظام اللي انا عامله هتكون ايه؟ كل ده بيسمى ايه؟ الريسك. التفكير المبني على المخاطر هو احد الاسس الضرورية لتحقيق نظام ادارة جودة فعال، والمفهوم ده زي ما شرحنا في اول المحاضرة كان موجود قبل كده في صيغة او في صورة الاجراءات الوقائية. فاكرين الزميل اللي سأل من شوية وقال
ازاي المواصفه كانت الاجراءات الاول كان فيها الاجراءات الوقائيه ولغوها، هو ده اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي. للتوافق مع الاصدار الجديد من المواصفه لازم الشركه تحط الاجراءات والخطط للتعامل مع المخاطر والفرص، لان الخطر الايجابي هيسمى فرصه، انا عندي فرصه ان انا اقلل في عدد ساعات التوقف نتيجه اعمال الصيانه، ده اسمها فرصه، يعني انا لما مش هقف عشان اصلح الاعطال والمكنه هتفضل دايره برغم ان انا ما بعملهاش صيانه، دي فرصه، انا عندي فرصه استغلها في ان انا ازود، ازاي استغلها بقى في ان انا ازود الطاقه الانتاجيه بتاعتي وازود انتاجي والكلام ده كله، هو ده اللي بيتكلم عنه كفرصه. طيب لو المكنه عطلت بقى ده تهديد بيأثر على او خطر بيأثر على الطاقه الانتاجيه بتاعتي، بدل مثلا ما كنت هنتج 1000 وحده فلما المكنه عطلت انتجت 500 بس، فده خطر، ده تهديد بيأثر عليا، ازاي اتعامل مع الخطر ده او التهديد ده، ده اللي هنشوفه لما هنيجي نشرح ان شاء الله سياق الشركه. إدارة المخاطر جزء لا يتجزأ من إدارة أي شركة. اللي فيكم سمع عن حاجة اسمها الكريزس مانجمنت أو إدارة المخاطر. الإدارة دي شغلها الشاغل إن هي تتوقع المشاكل والمخاطر والتهديدات اللي ممكن تحصل وتأثر على النشاط بتاع الشركة، وتحط لها حلول متوقعة عشان تتفادى او تقلل من تأثير المخاطر دي لو حصلت. ومش بس كده، هم قاعدين يخططوا ويرسموا في خطط ويحطوا في خطط عشان لو قابلهم فرصة يستغلوها. ما الجماعة بتوع إدارة الأزمات دول مش قاعدين عشان بس المشكلة اللي تحصل يبقوا عندهم سيناريو للتعامل معاها، لا، هو قاعد كمان هو مثلا سمع او عرف معلومه ان سعر الصرف هيتغير، سعر الصرف هيتغير، هو شركه شغاله في التصدير، فيقول لك بس دي فرصه، سعر الصرف هيزيد، الحق زود مخزونك من المنتجات عشان لما سعر الصرف يزيد نصدر، يبقى احنا انتجنا بسعر قليل ولما نبيع هنبيع بسعر غالي. ده اسمها ايه؟ اداره المخاطر. المخاطر ربما تكون تهديدات وربما تكون فرص. التهديدات بنحط لها خطط عشان نعالجها ونقلل من تأثيرها أو من فرص حدوثها، والفرص برضه هنحط لها خطط عشان نستثمرها وعشان نستفيد منها. طيب إزاي بنعمل الكلام ده؟ زي ما بنقول طبقا لمواصفة 31,000 الخاصة بإدارة المخاطر، المواصفة دي بتقول لحضرتك لازم تحدد وتعالج الخطر، ويمكن أن يكون الخطر ده داخلي أو خارجي. لو داخلي هيسمى، هنجيله في السياق عشان الناس ما تتلخبطش، يجب أن تكون إدارة المخاطر عملية مستمرة، ما هياش حاجة بعملها مرة وبنساها، لا، ده أنا كل يوم عندي شغل، كل فترة بعمل دراسة للمخاطر وللفرص ولنقاط القوة ولنقاط الضعف اللي موجودة في المؤسسة عشان استغل الفرص واستغل نقاط القوة او اعالج المخاطر دي ونقاط الضعف اللي بتحصل. لازم يكون في دمج لإدارة المخاطر مع الثقافة العامة داخل المؤسسة، الموضوع ما بقاش مقتصر بقى، زمان كان عندنا إدارة الأزمات وهم اللي شايلين كل حاجة، دلوقتي الموضوع بقى موجود في كل نشاط من أنشطة الشركة ومتداخل مع كل حاجة بتحصل في الشركة. الهدف من إدارة المخاطر هو الاستدامة، زي ما قلنا الموضوع مستمر، ما هياش بنعملها مرة في السنة زي ما كتير من الشركات بتعمل وخلاص، يقول لك بقى إن شاء الله السنة الجاية نبقى نعمل دراسة جديدة، وفي ناس بتقعد على الدراسة اللي هم عاملينها دي إلى ما شاء الله لحد ما يستجد جديد يبقوا يغيروه. لما يجي مراجع فاهم ولا حاجة ويسألهم انتوا آخر مرة غيرتوا دراسة السياق امتى، يبقى يفكروا يغيروه، وده طبعا شيء غير صحيح. لازم نحدد كمان المسؤوليات والصلاحيات، ويفضل ان الكلام ده يكون documented،
طبعا في اداره المخاطر او في مواصفات 31000 بيقول لحضرتك يفضل، لكن لما نيجي في بند اربعه ونشرح بند اربعه في السياق اللي بيتكلم عن المخاطر والكلام ده، هيقول لحضرتك لازم كمتطلب ان الكلام ده يبقى موثق. اداره المخاطر هي مسؤوليه الجميع وليست فرد او اداره بعينها. سبب وجود التفكير المبني على المخاطر في مواصفه الايزو، اول حاجه هو تحسين رضا وثقه العميل. لما يبقى عندي نظام لاداره المخاطر فبالتالي انا بقدر اتوقع احتياجات العميل وبقدر احل المشاكل اللي بتواجه العميل بشكل فعال، فبالتالي ده هيزود رضا العميل عن منتجات الشركه وهيزود ثقه العميل في منتجات الشركه. ضمان استدامه جوده المنتج، ودي احد المشاكل المهمه جدا اللي بتواجه الشركات، ان الشركه تحافظ على مستوى ثابت من الجوده، ما يبقاش كل يوم بمستوى معين، الجودة النهاردة مثلا 70%، بكرة 50، بعد 60، كل فترة في تغير أو تذبذب في مستوى الجودة. لكن تطبيق مفهوم إدارة المخاطر والتفكير المبني على المخاطر، مفهوم التفكير المبني على المخاطر زي ما قلنا هو توقع للخطر واتخاذ الإجراءات العلاجية أو الوقائية اللي تمنع إن هو يحصل، وبالتالي ده هيساعدني ان انا اضمن ثبات مستوى جودة المنتج بتاعي. الشركات الناجحة هي اللي بتتبنى النهج القائم على المجازفة بشكل بديهي، ان عشان تنجح في السوق، لو احنا بصينا على الشركات الكبيرة اللي ناجحة في السوق هتلاقي احد اهم الادارات عندهم هي ادارة الازمات. الإدارة دي بيكون عليها دور كبير قوي وشغل كبير قوي، يعني مش موضوعنا دلوقتي، لكن بشكل عام إدارة الأزمات ده شيء مهم جدا في أي شركة بغض النظر عن طبيعة نشاطها. إطار عمل إدارة المخاطر، وده هنتطرق له إن شاء الله في بند 6.1، لكن خلينا ناخد نبذة سريعة عنه. إن أي منظمة بيكون ليها توجهات وأهداف استراتيجية، يعني عنده رؤية وهدف على مدى طويل. الرؤية والهدف دول عشان يعني يحققهم فمحتاج ان هو يعمل هازارد او يعمل ريسك اسسمنت، هازارد اناليسيز وريسك اسسمنت للمخاطر المحتملة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هو هيحدد هازارد ايدنتيفيكيشن وريسك او ريسك ايدنتيفيكيشن وريسك ديسكريبشن وريسك اكزامينيشن، او ببساطه كده هو هيحدد ويوصف المخاطر اللي ممكن تحصل له ويعمل لها تقييم. بناء على الكلام ده هيطلع عنده يا اما ثريتس او تهديدات او فرص. في الحالتين هو هياخد قرار بمعالجه المخاطر وعشان يقلل المخاطر دي، ويبقى في عنده نظام لمراقبة الكلام ده. هنشرح الكلام ده إن شاء الله بالتفصيل في بند 6.1. نيجي لمفهوم السايبوك. مفهوم السايبوك بمنتهى البساطة بيقول لحضرتك أي بروسيس، أي عملية عبارة عن مجموعة من الأنشطة. الأنشطة دي بيستخدم فيها مجموعة من المدخلات من أجل الحصول على مجموعة من المخرجات. المدخلات دي بنحصل عليها من مورد أو مجموعة من الموردين، عشان والمخرجات دي بتروح لمجموعة لعميل أو مجموعة من العملاء. ناخد مثال للكلام اللي احنا بنقوله ده، عملية مراقبة الجودة. دي عملية، ايه الأنشطة اللي بتتم جوه العملية دي؟ عندنا فحص الواردات، عندنا فحص مراحل التصنيع، عندنا فحص المنتج النهائي، الافراج عن المنتج، التخطيط للجودة، الفحص المعملي، كل دي أنشطة بتتم في عملية مراقبة الجودة. طيب الأنشطة اللي هتتم في عملية مراقبة الجودة دي ايه مدخلاتها؟ يعني انا عشان اعمل خطة لمراقبة الجودة انا محتاج ايه؟ محتاج ابقى عارف الخامات اللي انا هعمل لها خطة،
والمنتجات، محتاج يبقى عندي مواصفات، محتاج يبقى عندي هيكل الاداري بتاع اداره الجوده، عارف مين، عارف عدد الناس العاملين في الاداره وطبيعه شغلهم وتخصصاتهم وخلفياتهم العلميه. كل دي اسمها ايه؟ مدخلات. طيب ايه المخرجات؟ لما انا اعمل نشاط اللي هو اسمه التخطيط لمراقبه الجوده ده باستخدام المدخلات اللي احنا قلنا عليها من شويه، هيطلع عندي ايه في النهايه؟ هيصدر عندي في النهايه خطه المراقبه، نموذج اسمه خطه مراقبه الجوده. طيب النموذج ده، او خلينا نبدا بالمدخلات، المواصفه والهيكل التنظيمي و قائمة الخامات وقائمة المنتجات. الحاجات دي احنا هنجيبها منين؟ هنجيبها من إدارة المبيعات، هنجيبها من إدارة المشتريات، المشتريات هتديني الخامات وتديني الموردين بتوعها، الاتش ار هيديني الهيكل الإداري بتاع الإدارة وهيديني بيانات العاملين وهيديني الوصف الوظيفي بتاعهم. كل دي اسمهم بالنسبة لنا إيه، أو بالنسبة للعملية مراقبة الجودة، موردين. طيب خطة الجودة اللي هتصدر عن نشاط التخطيط للجودة اللي هو جزء من عملية مراقبة الجودة هتروح لمين؟ والله الخطة دي هتروح للمهندسين والفنيين بتوع الجودة عشان ينفذوه، وهكذا. مفهوم السايبوك ده بيقول لحضرتك ان العمليات دي ممكن تكون عملية داخلية زي المثال اللي احنا ضربناه، فبالتالي انت عندك مورد داخلي اللي هو الادارات ما بينها وما بين بعضها، وعندك عميل داخلي زي المثال اللي احنا كنا بنتكلم عنه. ادارة الاتش ار بالنسبة لادارة الجودة اللي هي المسؤولة عن نشاط او عملية مراقبة الجودة، الاتش ار مورد لادارة الجودة، وادارة الجودة عندها عميل اللي هم المهندسين بتوع الجودة اللي شغالين فيه، ده عميل داخلي ومورد داخلي. طيب الموردين اللي هيجيبوا الخامات اللي هيفحصها الناس بتوع الجودة، ده مورد خارجي بالنسبة لإدارة الجودة. طيب العملاء اللي هيشتروا المنتجات اللي الناس بتوع الجودة دي عملوا لها تقرير الفحص، دول عملاء خارجيين بالنسبة لإدارة الجودة. مفهوم السايبوك كده واضح للناس كلها ولا في مشكلة؟ معلش يا دكتور، هو حضرتك قلت ال HR يعني ايه؟ ال HR اللي هي ال Human Resource، الموارد البشرية، إدارة الموارد البشرية، مسؤولين عن تعيين الناس واختيار الموظفين والكلام ده كله. تمام، شكرا. فإدارة الموارد البشرية هي اللي بتدي لإدارة الجودة بيان بالموظفين اللي هيبقوا موجودين في الإدارة، وهتعمل له هيكل إداري. يعني إيه هيكل إداري؟ رسمة كده بيحدد عليها مين رئيس القسم، مين مدير القسم، ومين الموظفين اللي في القسم دول، وبيدي له وصف وظيفي لكل وظيفة، بيحدد في الوصف الوظيفي ده مين هيعمل إيه ومين مسؤول عن إيه ومهام كل واحد والواجبات اللي مطلوبة منه والتفاصيل دي كلها. فبالنسبه لاداره الاتش ار، بالنسبه لاداره الجوده، هي مورد داخلي. اما الناس اللي هتجيب خامات، الناس بتوع الجوده دول هيفحصوها، دول مورد خارجي. طيب ايه بقى مفهوم السايبوك ده في مواصفه الايزو؟ مواصفه الايزو استخدمت المفهوم ده في بناء هيكل المواصفه زي ما هنشوف دلوقتي، بالاستعانه بحاجه اسمها البيديكا سايكل، البي دي تي اي، بتسمى البيديكا سايكل. بيديكا سايكل دي مؤسسها احد اهم علوم علماء الجوده، عالم اسمه ديمينج. ديمينج ده بيسمى الاب الروحي للجوده، ده من اهم او من اكبر علماء الجوده. ايه بيديكا دي؟ بيقول لحضرتك ان الدوره دي اسمها دوره التحسين المستمر، وهي عباره عن التخطيط والتنفيذ والفحص واتخاذ القرار او التنميط. يعني ايه؟ يعني بيقول لحضرتك اي بروسس اللي احنا شفناها من هنا من شويه دي، عشان تيجي تعملها لازم تعمل لها بلان، والبلان دي بعد ما تعملها هتنفذها، اللي هي مرحله الدو،
ولما تنفذها محتاج ان انت تتشيك تفحص التنفيذ ده عشان تتأكد هو اتنفذ زي ما انت خططت ولا كان في مشكلة. طيب نتيجة نتيجة الفحص ده هيطلع عند حضرتك تو اوبشن. الاوبشن الاولاني ان الخطة اللي انت حطيتها اتنفذت زي ما انت خططت بالظبط. ففي الحالة دي انت خلاص الحاجات اللي اتنفذت خلصت. اما الحاجات اللي هتطلع فيها حيود، يعني مهما كانت الخطة دي متقنة هيبقى فيها حيود، فالخطة اللي اتنفذت هيطلع فيها حاجات إيجابية متوقعة زي الخطة، وهيطلع فيها حاجات سلبية اللي هي الحيود عن الخطة. فبيقول لحضرتك الحاجات اللي هي اتنفذت دي وجت زي الخطة حافظ عليها واعمل لها استدامة وثبتها عن طريق إن أنت تخليها تعملها إجراءات وطرق عمل ثابتة، والحاجات اللي طلعت انحرافات وفيها حيود دي حط لها خطة جديدة وابدأ نفذها وافحصها وارجع كمل في الدايرة بتاعة البيديكا. عشان كده هي دايرة بيرمز إليها إنها دايرة مغلقة، عشان دورة التحسين لا تتوقف. أنت دايما بتحط خطة وبتفحصها وبتنفذها سوري وتفحصها وتتخذ قرار بناء على نتائج الفحص، وهكذا دايرة مستمرة. طيب الجماعة بتوع الأيزو بقى جوهم عملوا إيه؟ إحنا قلنا عندنا 10 بنود صح كده؟ لما جت مواصفة الأيزو تدمج ما بين مفهوم السايبوك ومفهوم الريسك بيس ثينكينج ودورة ديمينج، راحت مقسمة متطلبات المواصفة على دورة ديمينج اللي احنا شايفينها دي، وقالت لحضرتك البنود من بند 4 لحد بند 7 ده عبارة عن البلاننج في دورة ديمينج. بند 8 اللي هو بند الاوبريشن ده بند او مرحلة التنفيذ. بند 9 اللي هو البرفورمانس ايفالويشن او تقييم الاداء ده عبارة عن مرحلة الفحص. بند 10 اللي هو الاكت او اتخاذ القرار، وده بند التحسين المستمر في المواصفة. اكبر لكم الشاشة شوية عشان الرسمة دي تبقى باينة. زي ما احنا شايفين كده احنا عندنا المواصفة 10 بنود. البند من الاول للثالث هي بنود خارج محل المراجعة. يعني ايه؟ يعني البند الاولاني زي ما هنشوف كمان شوية بيتكلم عن حاجة اسمها المجال. ده مش متطلب، ده بيشرح لحضرتك المواصفة تنفع تتطبق في أي شركة. البند الثاني بيتكلم عن المراجع اللي المواصفة دي بنيت على أساسها. البند الثالث بيتكلم عن المصطلحات والتعريف اللي انت هتلاقيها في المواصفة وانت ما تعرفهاش. البند الرابع هو أول بند في المتطلبات. فالمواصفة اتوزعت على دور الديمينج زي ما احنا قلنا من شوية بالشكل اللي احنا شايفينه ده، إن البنود من 4 للسبعة. شايفين الصورة اللي احنا عاملينها دي؟ بند 4 وبند 5 وبند 6 وبند 7 دي مرحلة البلاي. بند 8 دي مرحلة التشيك. بند سوري دي مرحلة الدو أو التنفيذ. بند 9 دي مرحلة التشيك، وبند 10 ده بند التحسين وبند اتخاذ القرار. فاضل معانا ربع ساعة هناخد فيها ال3 بنود الأولانيين وهنتوقف لحد كده، وإن شاء الله هنستكمل بكرة مع أول متطلب من المتطلبات الأساسية وهو بند السياق. بند الأولاني في المواصفة وده في كل مواصفات الأيزو هو بند السكوب أو المجال. بيقول لحضرتك إن المواصفة بتاعة الأيزو 9001 دي المواصفة اللي بتشرح متطلبات نظام إدارة الجودة في أي مؤسسة. بس أي مؤسسة؟ المؤسسة اللي عايزة تثبت قدرتها على توفير المنتجات أو الخدمات اللي بتلبي احتياجات الزبون وتتوافق مع المتطلبات القانونية والتشريعية المعمول بيها بشكل مستمر. يعني حضرتك عايز تعمل نظام يضمن إن أنت هتحقق متطلبات العميل وهتتوافق مع التشريعات والقوانين، طبق مواصفة الايزو 9001.
بتهدف الى تعزيز رضا العميل بتاعك من خلال تطبيق نظام فعال، طبق نظام الايزو 9001. عايز تعمل عمليات تحسين مستمر وتضمن المطابقه مع متطلبات العميل والتشريعات والقوانين، طبق مواصفه الايزو 9001. طيب اي نوع من الشركات اللي ينفع تطبق مواصفه الايزو 9001؟ جميع متطلبات المواصفه عامه ومعده بهدف التطبيق في اي منشاه، اي شركه بغض النظر عن نوعها او حجمها او المنتجات او الخدمات اللي بتقدمها تقدر تحصل على شهاده الايزو 9001. يعني مكتب او شركه بتصنع منتجات تقدر تاخد شهاده الايزو، مكتب تجاري يقدر ياخد شهاده الايزو، مكتب محاماه يقدر ياخد شهاده الايزو، شركه صيدليه ينفع تاخد شهاده الايزو، مطعم ينفع ياخد شهاده الايزو. اي شركه بغض النظر عن نوعها او حجمها او المنتجات اللي بتقدمها او الخدمات اللي بتقدمها ينفع تاخد المواصفه. كلمه في المواصفه هيقابلنا مصطلح المنتج او الخدمه، زي ما قلنا في المواصفه القديمه كان مكتوب المنتج بس، اما في المواصفه الجديده دايما هتلاقي بيقول لحضرتك المنتج او الخدمه، المنتج او الخدمه، عشان ياكد على فكره ان المواصفه بقت صالحه للتطبيق في الشركات التصنيعيه وفي الشركات الخدميه. طيب واحنا بنقلب كده في متطلبات المواصفه، هستاذنكم ثانيه واحده اعرض لكم شكل مواصفه الايزو بيبقى شكله عامل ازاي عشان تبقوا متخيلين اللي بيحصل. دي نسخة مترجمة لمواصفة الايزو. ممكن ابعتها لكم على الجروب لو عايزين يعني. هتلاقي بيجي في اي بند من بنود المواصفة ويقول لحضرتك ده بند 4 The organization shall determine external and internal issues. حاضر يا هندسه، هبعت لكم النسخه دي على على الجروب بعد ما نخلص. فلما بيقول لحضرتك لما يقابل حضرتك مصطلح شال، معناها انه بيطلب من حضرتك متطلب في المواصفه. يعني ايه ريكويرمنت؟ يعني ده الزامي لازم حضرتك تعمله، ما ينفعش ان انت ما تعملوش، ولو ما عملتوش حاله عدم مطابقه كبرى وممكن تمنع حصول حضرتك على الشهاده. لكن لما يجي يقول لحضرتك ذا اورجانيزيشن شود، فده بيشير لريكومنديشن، ولكن الريكومنديشن دي ترتقي لمرحله الالزام. يعني ايه؟ يعني برضو مهمه ان انت تطبقها، ما هياش حاجه اختياريه. لو جينا عملنا كده مثلا سيرش على كلمه شود، هتلاقي المواصفة كلها فيها كلمة واحدة، أو يعني بعض الكلمات اللي يعني استخدام بسيط جدا لكلمة شد. ده الجزء اللي احنا بنشرحه دلوقتي، مجرد توصية يفضل انها تتعمل. طيب كلمة مي بتشير لتصريح permission، يعني انت تقدر تعمله وتقدر ما تعملوش. هو ادى لحضرتك الاجازة ان انت تقدر تعمل الكلام ده او ما تعملوش. كلمه كان لو قال لك ذا اورجانيزيشن شال سوري كان دو كذا، ففي الحاله دي هو بيشير ان الجزء ده او المتطلب ده بينطبق حسب البوسيبيليتي او الكابابيليتي، يعني الامكانيه والقدره. يعني حضرتك هتقدر تعمله وقلت ان انت تقدر تعمله فانت الزمت نفسك بيه، لو قلت ان انت ما تقدرش تعمله ففي الحاله دي انت معفي من تطبيق البند ده. بس في الحالتين سواء انت قلت او ما قلتش، الاوالة ما هياش اوالة شفهية او مجرد ان انا بقول للمراجع ده البند ده مش متطبق عندي. لازم يبقى عندك الدليل المادي، وهنقول يعني ايه الدليل المادي دلوقتي، اللي يأكد ان انت تقدر او ما تقدرش. طيب انا دلوقتي
قدرنا نعرف او المعلومه دي قالت لنا ايه، ايه هي من خلال تطبيق المعلومه اللي احنا شفناها دلوقتي دي او سمعناها دلوقتي دي، نقدر نحدد المتطلبات الالزاميه في المواصفه، ونقدر نحدد المتطلبات الغير الزاميه او اللي على حسب القدره. هدي لحضراتكم تاسك بسيط كده مطلوب من حضراتكم تعملوه ان شاء الله وتبعتوه على الجروب وهنراجعه مع بعض. ان مطلوب من حضراتكم كل واحد هيعمل سيرش في المواصفه اللي انا هبعتها لكم دي عن المتطلبات الالزاميه، ونخلي بالنا احنا بنتكلم عن المتطلبات، يعني ما تجيش حضرتك في بند زي اللي احنا واقفين عنده ده اللي هو بيشرح فيه منهجيه العمليات يعني ايه، وتلاقي كلمه فتقول لي ده متطلب. لا، المتطلبات بتبدا من بند واحد اللي هو حتى هو في النسخه دي مش حاطط بند المجال، بتبدا من بند واحد لبند 10. فاول المتطلبات الالزاميه عندك من اول بند 4. نظام اداره الجوده دي المتطلبات، شال وشد وكان ومي هندور عليها من اول هنا لحد اخر المواصفه. وحضرتك هتطلع كل بند في المتطلبات موجود فيه كلمة شال أو مي أو كان أو كد. مفهوم يا شباب هنعمل إيه ولا؟ ندي مثال. حضرتك هتيجي مثلا تقول بند الاولاني والثاني والثالث دول بره الكلام اللي احنا بنتكلم عنه ده، مش هتلاقي اصلا فيهم. لو لقيت ده مش متطلبات محل مراجعه، المتطلبات اللي محل المراجعه اولك الكونتكست السياق. فحضرتك هتيجي تدور في من اول البند 4 لحد بند 10 على كلمه زي شال دي، فهتيجي تقول لي والله بند انا عندي بند اللي رقمه 4-1 اللي بيتكلم عن فهم المنظمه وسياقها، ده بند الزامي. المواصفه بتقول ان يجب على المنظمه تحديد القضايا الداخليه والخارجيه ذات العلاقه باغراضها وتوجهاتها. تاني في بند 4-1 في عندي تاني كلمه شال، ان المنظمه لازم تراجع وترصد وتستعرض المعلومات حول القضايا الداخليه والخارجيه. دي متطلبات الزاميه، ما ينفعش حضرتك تاخد الشهاده وانت مش مطبق المتطلبات الالزاميه دي. طيب انا عايز اوصل لكلمه مثلا كان، فهاجي كاتب في السيرش كان واعمل سيرش هيجيب لي كل الكلمات اللي فيها كلمه كان، بس اللي كلمه كان موجوده فين؟ في الريكويرمنت مش في النوتس. يعني النوتس دي مجرد او ملاحظات دي مجرد تفسيرات لبعض الكلمات اللي موجودة في البند. هتلاقي كان ومي وشال استخداماتها مش كتير، اغلب الكلمات هتلاقيها في مصطلح شال، يعني اغلب البنود هتلاقي بيقول لحضرتك شال 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 شال. هنا مثلا الريسك والاوبورتيونيتي. طيب توب مانجمنت شال استابليش اند امبلمنت، برضو ده متطلب الزامي. وضحت كده التاسك هنعمل فيه ايه؟ حد طيب يكتب لي في الكومنتات او الفويس يقول لي طمني احنا فاهمين هنعمل ايه. طيب احنا بقى عايزين نحدد كمان ايه هي السجلات او الوثائق اللي المواصفه عايزاها. في الاصدار القديم كانت المواصفه بتيجي تقول لك ذا اورجانيزيشن شال مينتين او استابليش ا بروسيدجر او ريكورد
اجراء او سجل على حسب المواصفة عايزة من حضرتك ايه. انما في الاصدار الجديد لغى كلمة بروسيجر وريكورد، ما عادش حضرتك عندك حاجة تعرف منها، او ما عادش يعني كلمة ريكورد او بروسيجر موجودة عشان تقدر تحدد منها ايه هي الوثيقة، اللي اذا كان هنا مطلوب وثيقة او مطلوب سجل او مطلوب اجراء او مطلوب سجل. فالمواصفة من خلال الاستخدام كبيست براكتس يعني في المواصفة، قدرنا نعرف ان لما المواصفة بتقول لحضرتك the organization shall maintain a documented information، فمعنى كده ان هو بيطلب من حضرتك اجراء او وثيقة للمعلومات الموثقة دي. ولما يقول لحضرتك the organization shall retain a documented information، فمعنى كده ان هو بيقول لحضرتك انه عايز سجل. تعالوا ناخد مثال من المواصفة ونختم بيه المحاضرة بتاعتنا. لو احنا جينا عملنا كده سيرش على كلمة maintain، هتلاقي يقول لحضرتك، بس احنا بندور على maintain a documented information مش اي كلمة maintain. quality policy shall be available and be maintained as a documented information. هو كده بيقول لحضرتك لازم سياسة الجودة يتم الاحتفاظ بيها كمعلومة موثقة، فمعنى كده انه عايز وثيقة اسمها سياسة الجودة. طب ناخد مثال على ريتين. اهو ريتين بيتكلم على الرصد والقياس، بيقول لحضرتك the organization shall retain appreciate documented information as evident of fitness for purpose of monitoring and measurement resource. يجب على المنظمة الاحتفاظ بمعلومات موثقة اللي هي السجلات يعني مناسبة كدليل كفاءة الغرض من رصد وقياس الموارد. تاني نقول الفرق ما بين الريتين والمنتين. كلمة منتين في المواصفة هو عايز وثيقة. يعني ايه وثيقة؟ يعني اجراء، يعني تعليمات عمل. الوثيقة دي بتشرح طريقة او منهجية معينة بيتم تطبيقها في الشركة. اما السجل ده عبارة عن فورمة، نموذج احنا بنملاه. فلما يجي يقول لحضرتك انا عايز وثيقة اللي هي يقول لك منتين، فمعنى كده ان هو عايز الاجراء او تعليمة العمل او السياسة اللي بتأكد الكلام ده. اما يجي يقول لحضرتك انا عايز اعمل انا عايز سجل، فهيقول لحضرتك ريتين زي ما احنا شفنا من شوية. هو هنا عايز سجلات بتأكد او بتفيد بتستخدم يعني كدليل للإفادة عن كفاءة عمليات الرصد والقياس. طيب ناخد مثال تاني على ريتين. اهو بيقول لحضرتك لازم تحتفظي بمعلومات موثقة تبين الأساس الذي معايرة او التحقق. لما بنعمل معايرة لأجهزة القياس، المعايرة دي بيطلع بناء عليها شهادة معايرة. الشهادة دي بتعتبر كسجل يؤكد عملية المعايرة انها تمت او ما تمتش. واضح كده الفرق ما بينهم؟ تمام. برضه هيبقى مطلوب من حضراتكم تاسك جديد ان احنا نطلع كل كلمة maintain a documented information من المواصفة وكلمة retain a documented information من المواصفة. يعني احنا عندنا كده تاسكين، التاسك الاولاني ان احنا نعمل نحدد كلمة شال او should او may او could او كان من المواصفة موجودة في اني بند، هنكتب بس رقم البند مش لازم نكتب البند كله.
وكذلك الحال هنحدد كلمة منتين أو رتين مذكورة في أنهي بند أو في أنهي جزء من البند في المواصفة. بس منتين a documented information أو رتين a documented information مش كلمة منتين في المطلق أو رتين في المطلق، لأن زي ما احنا شايفين كده هنلاقي في بعض الأوقات مكتوب في سياق الكلام كلمة منتين أو رتين. خليني بس اجيب لكم حاجة فيها منتين او رتين. The organization shall determine, provide and maintain the environment necessary for the operation. مش هو دي منتين هنا ما بتكلمش خالص عن السجلات والوثائق، لكن هي منتين هنا جاية بمعنى يحفظ او يصون، ملهاش علاقة خالص بوثيقة او سجل. انما اني منتين اللي هيبقى ليها علاقة اللي هتلاقيها بيقول لحضرتك بعدها منتين a documented information او رتين a documented information، هي دي اللي معناها انه بيقول لحضرتك ان عايز وثيقة او عايز سجل. تمام. البند الثاني بيتكلم عن المراجع، واحنا ما عندناش اي مراجع للمواصفة دي استخدمت في اعداد المواصفة. البند الثالث بيتكلم عن المصطلحات والتعريف اللي ذكرت في المواصفة، والبند الثالث ده موجود بالتفصيل، يعني مواصفة الايزو مش هتلاقي موجود فيها مصطلحات وتعريف، لكن هتلاقي مواصفة الايزو 9000 لسنة 2015 دي اللي فيها المصطلحات والتعريف، ودي برضو موجودة وهبعتها لكم، بس للأسف مفيش منها نسخة عربي. يعني البنود الثلاثة الأولى من أي مواصفة ايزو هي بنود إدارية وليست محل مراجعة، ما فيهاش متطلبات، تبدأ المتطلبات دائما من البند الرابع اللي هو البند ده. وإلى هنا تنتهي محاضراتنا، أشوفكم على خير بكرة إن شاء الله في نفس الميعاد. هنتظر من حضراتكم التاسكات على الجروب، لو في حد عنده أي سؤال أنا مش هقفل غير لما حضراتكم تقولوا لي. يا شباب في حد عنده سؤال؟ حضرتك كنت بعت الماتيريال دي امبارح صح؟ كان في لينك على الجروب مبعوثة كلها صح؟ شفت اللينك. تمام ابعت لكم دلوقتي المواصفة، وابعت لكم دلوقتي مواصفة المصطلحات والتعريف اللي حابب يقراها. السلام عليكم.